طب كرة القدم ذاكرة الفوز التي افتقدها منذ 6 أدوار، وحقق نتيجة مقنعة بفوزه على ضيفه فريق النجف ب3 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق الشرطة إلى النقطة 59 ليقف في الترتيب 5، فيما ظل فريق النجف بموقعه 9 وبرصيد 52 نقطة. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل علي جميل. يحاول يسدد الله. لو قدم فريق الشرطة هذا المستوى الذي ظهر به أمام فريق النجف في الشوط الثاني بالخصوص في الأدوار الماضية من عمر الدوري لاختلفت الحسابات كثيرا، ولا أصبح للقيثارة الخضراء دورا مهما في لائحة دور النخبة. الفريقان دخلا أرض الملعب وهمهما الوحيد نقاط المباراة 3، الأخضر يحاول التسجيل وغزلان البادية كذلك. المباراة أخذت طابع الهدوء وغابت عنها اللمحة الفنية. النجفيون شكلوا خطورة واضحة على مرمى الحارس علي حسين، لكن غياب التركيز والتسرع في إنهاء الهجمة أضاع عليهم التقدم. حسام إبراهيم كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، لكن حارس النجف تصدى لها بكل براعة. القيثارة الخضراء بدأت تعزف أجمل الألحان في الشوط الثاني. علي عودة افتتح مهرجان الأهداف في الدقيقة 72، وما هي إلا 6 دقائق فقط حتى سجل حسام إبراهيم هدف التعزيز. بعدها يعود اللاعب علي عودة ليختتم أهداف القيثارة الخضراء. وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، تمكن الفريق الضيف من تقليص الفارق عن طريق ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بثلاثية شرطاوية ولا أجمل، جاءت هذه المرة على حساب فريق النجف. علي جميل، العراقية الرياضية.